زي بسم الله. انا الاب ديال البنيه اللي اختفت عندي صفا الحكره من البارح من حوالي الساعه 12 زوانا، اليومين هذه ما كايناش. انا كنسكن في دوار عين صدفه نواحي ولاد تيماء، كنطلب من الاخوان والاخوات اللي شافها ولا اللي عنده شي معلومه بها يوصلها لنا الله يجزيه بخير. حنا الحمد حنا في امس الحاجه ليها. هاد البنيه عندي راه عندها مرض نفساني وكتعاني، وكانت كتقرا من ديما الاوائل ديال الدراسه، كانت مجتهده مع مرض وبلط حتى السنه ديال بدوز البكالوريوس شهر ونص. هي تمرض صافي، بقيت نطبع عليها عن طبيب نفساني، فسمو استعملت الدواء. المهم ما بقاتش كي كانت، ملي كانت كتقرا كانت مزيان، بدات كتنعزل على اسمو كتنعزل عزيزة على العزلة. ايوا حتى اختفت في هاد الايامات، ما عرفت انا شنو السبب. واللي شافها الله يجزيه بخير يبلغنا عليها والله يكثر خيركم. ملي خرجت ما قال لينا والو، ما خبرت حتى واحد، ما قالت شيء، ما عرفنا شنو. هي ما كتخرج كاع بزاف، هي خرج كاع ما عندها معاه كاع. ملي كانت كتقرا كتخرج، ولكن ملي مرضت صافي بقدها جالسه في الدار. وامها راه مسكينه البارح، راه طاحت كاع مسكينه ما عقله كاع البارح، راه ما فطرت كاع، راه متأسفة عليها بزاف، راه مصبرينها وصافي. انا كنطلب من الناس اللي جزاهم بخير اللي شافها ولا اللي عنده بها شي معلومه يتصل بينا ويجاني. النيميرو ديال التليفون راه هو ديالي 0661 46 32 53، وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.